خلونا نسمع جزء من كلمة الرئيس السيسي ونبدأها بما قاله عن الوضع الإقليمي. ماذا يجري في سوريا والوضع الإقليمي الذي يحسم بعيدا عن المنطقة العربية؟ يأتي اجتماعنا اليوم والأمن القومي العربي يواجه تحديات غير مسبوقة. فهناك دول عربية تواجه لأول مرة منذ تاريخ تأسيسها تهديدا وجوديا حقيقيا ومحاولة ممنهجة لإسقاط مؤسسات الدولة الوطنية لصالح كيانات طائفية وتنظيمات إرهابية يمثل مشروعها السياسي ارتدادا حضاريا كاملا عن كل ما أنجزته الدول العربية منذ مرحلة التحرر الوطني. وهناك دول إقليمية تهدر حقوق الجوار وتعمل بدأب على إنشاء مناطق نفوذ داخل الدول العربية وعلى حساب مؤسسات الدولة الوطنية بها. إننا نجتمع اليوم وجيش إحدى الدول الإقليمية متواجد على أرض دولتين عربيتين في حالة احتلال صريح لأراضي دولتين عربيتين شقيقتين. وهناك اجتماعات تجرى لتقرير مصير التسوية وإنهاء الحرب الأهلية الشرسة التي أزهقت أرواح ما يزيد عن نصف مليون سوري بدون مشاركة لأي طرف عربي. وكأن مصير الشعب السوري ومستقبله بات رهنا بلعبة الأمم وتوازنات القوى الإقليمية والدولية. وفي الوقت نفسه هناك طرف إقليمي آخر زادت له حالة عدم الاستقرار التي عاشتها المنطقة في السنوات الأخيرة أن يبني مناطق نفوذ باستغلال قوى محلية تابعة له داخل أكثر من دولة عربية. وللأسف الشديد فإن الصراحة تقتضي القول بأن هناك من الأشقاء من تورط في التآمر مع هذه الأطراف الإقليمية وفي دعم وتمويل التنظيمات الطائفية والإرهابية. إن مصر لن تقبل قيام عناصر يمنية بقصف الأراضي السعودية إن مصر لن تقبل ذلك، لن تقبل ذلك باعتباره مساسا بالأمن القومي العربي.